ماجد كيف جاتك الفكرة ديال الوثائقي؟ الفكرة ديال الوثائقي جاتني من بعد الرهانات اللي حققتها المملكة المغربية في مجموعة من المجالات ما شاء الله على المستوى الدبلوماسي، الأكثر من ذلك نجاح المغرب اللي أصبح يمتلك مشعل الريادة. المغرب هو منارة إفريقيا، في ظل نجاح المغرب في المونديال حسيت مشاعر مختلفة تجاه الوضع في إفريقيا، وبالتالي كان طموحي بأنني أوثق تاريخ هذه القارة. أم أفريكا، أنا إفريقيا هو مجرد جزء أول في انتظار أجزاء أخرى. غادي نشوف ذاكرة كرة القدم المغربية، الحديث عن تاريخ هذا البلد والرهانات الأكبر. واليوم المغرب لم يعد فقط في إطار ضيق، كل إفريقيا تنتظر من المغرب ليكون العنوان والمتحدث بلسان هذه القارة. إنجازات المغرب كبيرة، ما يمتلكه المغرب من إمكانيات بعد نظر جلالة الملك في مجموعة من القضايا الاقتصادية. المغرب اليوم هو الأول على المستوى السياحي، أضحى بتطلعات كبيرة في جميع المجالات تحديدا في المجال الرياضي. المغرب زرع بذرة المونديال ولم يترشح لأول مرة، الكل كان يتساءل لماذا الترشيح الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وكل مرة كنا نتساءل حتى جاء الترشيح السادس في عهد جلالة الملك محمد السادس. أثمرت هذه الشجرة، هذه البذرة في تماجز ما بين الإرادة والتحدي والأمل لنصنع بصمة مغربية بنكهة إفريقية ببعد عالمي.